وإلى هذا النبأ العاجل مشاهدينا، حيث أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية أن بلدتا كفر كلا والخيام في الجنوب اللبناني تعرضتا منذ قليل لقصف مدفعي. إذن مشاهدينا، إلى هذا النبأ العاجل، حيث أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية أن بلدتا كفر كلا والخيام في الجنوب اللبناني تعرضتا منذ قليل لقصف مدفعي. ونستمع في هذه المشاهد على شاشة القاهرة الإخبارية لصوت طلقات نارية من رشاشات. مين؟ مين؟ شو؟